التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بقادة وضباط وصف وجنود الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والوحدات الخاصة من خلال الفيديو كونفرنس، وده لتوحيد الرسالة والمفهوم والتواصل مع أكبر عدد ممكن من رجال القوات المسلحة، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد تحية لأرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة بما يقدمه رجالها الشرفاء من جهود وتضحيات لتأمين حدود مصر ومحاربة الإرهاب. ونعلن القائد العام تحية شكر وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للجهد المبذول والدور المشرف الذي يقوم به رجال القوات المسلحة للوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، وكذلك المساهمة في خدمة القطاع المدني، مشيدا بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية في شتى المجالات حتى تستعيد مصر مكانتها الرفيعة. وأكد الفريق أول صدقي صبحي على حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها وامتلاك أسلحة ومعدات حديثة متنوعة المصادر للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة لتكون قادرة دائما على حماية تراب ومقدسات الوطن.